إذن الشيخ عصام يعني هي بتسرح في الصلاة ومش عارفة تعمل إيه؟ يعني أولا الإنسان حتى يستجمع خشوعه في الصلاة أن يجمع أولا ذهنه في تركيز واحد. نعم. يعني لو الأخت منال سايقة عربية هتعمل إيه؟ هتسرح هتركز. في أغنية شغالة ولا في موضوع ولا في الطبيخ اللي في البيت؟ لا، الغلطة بفورة في العربية. تمام. لو هي بتطبخ أو سايبة حاجة على النار هتسرح عنها؟ لا، بتعمل ايه؟ ظبطة منبه، ظبطة التايم، صح؟ تمام، التايمر بتاع البوتاجاز بيحس على اي نبه عشان لو نسيت. ايوه. طيب، ومع ذلك في تركيز كل شويه بص، طبيعي كلنا بنبص، ربما وش الصينيه اتحرق، ربما مش عارف صحيح. ايه صحيح. مثلا ده نفس الحاله الصلاه يا اخوانا، ما تخشش على حاجه لو انت جاهز ليها هي بس. ايوه. انا داخل اصلي، دماغي مش سايبه حاجه على النار، مش الموبايل مش شغال، لا عامله سايلنت، لان الصوت بقى ده مين اللي بيتصل؟ هو مين؟ يا ترى مين؟ خلاص سرحت. تمام. مش سايبه برنامج والفاصل على ما يخلص وارجع. ايوه. حتى لو برنامج ديني. دي كل دي اسباب مثلا بتخلي الانسان في الصلاه مش مركز. دخلت الصلاه بكبر، اتدبر في اللي انا بعمله، بقرا الفاتحه، اتدبر في الايات اللي بقراها. هو احنا المفروض اصلا نتدبر لفظ الله اكبر ده يا شيخ عصام في البدايه، صح؟ كل ده معظم السرحان بيجي منين؟ لما بتصلي انت مأموم ورا امام. طب اشغل نفسك بايه؟ باللي بيقرأ. ايوه، بيقرا، وهي انت بتقرا او بيقرا. تمام. فتدبر في الايات اللي فيها. طيب، قدر الاستطاعه موضع النظر، موضع السجود، نعم، كل ده قدر. طب واحد سهى برضه ما خشعش، هل ده معناه يسيب الصلاه؟ لا طبعا. أيوة. ده اذا الشيطان خلاك تسهى في الصلاه، فالشيطان الاذكى منه يخليك تسيبها. طبعا ده مش صحيح، مش صحيح. واحد انشغل عن مراته شويه هيطلقها؟ لا طبعا. واحده انشغلت عن جوزها بالعيال شويه هتقول له انا عايز اطلق؟ نفس الحاله. ايوه. شغلت عن الخشوع في الصلاه هبطل صلي؟ لا طبعا، لان ده لا يسقط عنها الامر. طب اجاهد وماله؟ اجاهد. يعني المجاهدة في عدم السرحان طبعاً مطلوبة في الصلاة ومستمرة ودائما لحد 100 سنة. لو تعيش 100 سنة تسهى وتكمل، لأن انتصار الشيطان في القطاع عن الصلاة، مش في السهو. تمام. السهو ده جزء. تمام، جزاكم الله خيرا.